السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من بنشت أو المنفين. ختمنا الحلقة الأخيرة ببناء بيت كبير هنا، كان متناسق جدا مع المزارع مع طلالة البحر. بنينا برضه في هذا المكان على التل هذا اللي هنا، مفروض هذا هو اللي طلع لنا الآيرون، وفيه مصنع ثاني برضه كان جنبه. خلنا بس أعطيهم أولوية بحيث أني أقدر أشوفه. إيه موجود في هذا المكان اللي هو يعطينا الستون. الستون أمورنا طيبة مثل ما تشوفون، ما شاء الله 106 بسبب أني لقط اللي موجود حوالين الماب كامل، لكن خلصت مصادري القريبة فلابد أني أبدأ بالمصنع. بعدها الخشب مثل ما تشوفون فيه نقص، فطلبت منهم أنهم يسوون إزالة. خلنا برضو نعطيهم أولوية عشان نشوف. طلبت منهم إزالة هذه المنطقة من الأشجار بحيث أن نقدر نسوي مزارع ثانية. مجرد ما يوصل عندي الأكل حول 5-10 آلاف هذيك الساعة بنتنوع في الصناعات. هذه خطتي، لأن مثل ما تشوفون ما شاء الله يعني ضبط الوضع بعد إعادة الهيكلة. تعال عندنا تاجر في الحلقة الماضية، ضبطنا الأوضاع، عدلنا الوظائف، بس عندي شوية مطالب. 3 بيوت مثل ما رويتكم، البيت اللي قبل شوي راح يخلص وتنحل المشكلة. التاجر هذا وصيته انه يجيب شوية أغراض مثل ما شفتوا في الحلقة الماضية. جاب 600 بطاطس، 600 فايرود ما راح أبيعه. الفايرود ودي أطري لكم شغلة اللي هي البيوت الخشبية. مفروض ان البيوت الجديدة اللي أبنيها كلها تصير ستون، لأن بيوت الستون تستهلك ربع كمية الفايرود. تخيل يعني مثلا إذا البيت الواحد يشل 100 الخشبي، إذا كان البيت مصنوع من الستون يشل 25، فكمية فرق جدا كبير. اللي إذا ما راح أبيعه الدكت 100 400، كم تريد أنت؟ كم وصلنا؟ 2100، باقي له 400. خلنا أشتري منه واحد عشان تشوفون الكمية تظهر هنا. 2500 حلو. ضبطها السيدز هذا الأكاي، ما أدري وش هو الأكاي صراحة، بس أول تجارة. قبل لا أقولها دسمس ودي اطلب منه شغلات يجيب لي اياها المره الجايه. يا اخي ودي وين البقر؟ وين خرفانك؟ ويت سيد توميتو برضه كويس لو بتجيب لي عشان نزرعه. كله سيدز عنده الظاهر، هذا ما يجيب الا سيدز. طيب رحبني مرفأ ثاني قبل لا انسى. بمسك الستوك هذا حتى اللي مش مركب المودات بيقدر يحطه، اللي هو تريدينج بوست العادي هذا. التاجر مشى، شوف دبر على طول لان له فترة، بس كويس ان اشترنا منه قبل لا يمشي. فهو كذا كذا كان منحاش. هنا بدأ خلصت القواعد في المبنى، باقي المهندس بس يجي. عندي 2 مهندسين، خلنا نعطيها اولوية. الـ2 مهندسين وش يسوون؟ اوكي يبنون الشوارع هنا للمرفأ الجديد، والمهندس الثاني شغال على المبنى. حلوين، عمره 40. شوفوا عندي الاعمار شيء ابو شويه، فبتكون فيه وفيات كذا فجاه. لا بد ان نحسب حساب هذا الشيء ونزين وضعنا من ناحيه التكاثر. خلنا نعطيها نظره هنا. عندي 16 عائله و12 بيت. انا حاشرهم بالعمد عشان تكون عندنا كميه كذا 5000 اقل شيء. راح اسرع الوقت شوي ضرب 5 عشان ناخذ لنا موسم كذا سريع، نزرع ونحصد ونجمع اكل واجد، وبعدها نبدا التكاثر. في حالة لو تعرضنا لأي ظرف سيء بعدين، مثلا وفيات ولا مشاكل، راح تشوفونها قدام فجأة كذا. الأكل اللي مخزنينه 5000 هذه أو 7000 اللي حطيتها راح تكون يعني طوارئ زي التونة كذا في ستراند ديب. أوه ليه الحين هذا العمالة جايين هنا يكسرون الستونز؟ أنا شاغلهم، بقول لهم كنسلوا، كنسل ريموفر. أوكي خلاص خلاص خلاص، وصلت ما شاء الله 150 ستون. خلاص كفاية، أي طلبات أعطيتكم إياها كنسلوها إلا هذه. أنا أقول ليش ما تأخروا في المنطقة هذه. أعطيها ضربة 10. في حيوان هنا، أوكي الخنازير. ما أدري إذا هذه الخنازير يمدينا نحطها في يأكلون، يعني ما عندهم حرام هذا. لا خلنا نجرب تقريبا هنا الأنيمال وول. هذا الوول الخرفان بيجيبون لنا الصوف، نصنع فيه جاكيتات محترمة بعدين. وهذا الملك تكون عندك بقرة كرمكم الله، ويطلع منها الحليب، وبعدين الحليب تبنين له مصانع ثانية، أجبان مدريش. وهنا الدجاج يبان لجينا تاجر كذا نشتري منه أو نوصيه. هذا اللي كان ودي أطلبه من التاجر. هذا هو ستاندرد باستشر. شو رأيكم يكون مكانه هنا؟ ما أدري وش الحيوانات اللي راح نقدر نحطها، بس نبني احتياطا. ممكن يمدينا ندخل هذا الحيوانات اللي هنا، نعطيها واحد ثاني هنا، استغل المساحة. 12 في 12، هلا بالشتاء أو نهاية الخريف. عندي 11 عامل، يا سلام. الحين بيجينا البطاط وبيعطينا دفعة إن شاء الله، بس أهم شيء إن العمالة ما تتأخر
ويصير يخرب علينا. اوكي بدا يزيد 1683 1700. بنرجع نشغل المدرسه من اهم الشغلات اللي اشغلها بحيث يكونون متعلمين، لان احسهم المتنحين هذا اللي بينكبوني. الموسم الجاي بخلي 2 في كل فارم ونصير نقارن. الموسم هذا مثلا جاب لي 660، خلنا الحين بنخلي فيه 2، يعني 6 مزارعين. وطبعا شغله مهمه انك تجلس تغير كل موسم، تقريبا كل موسمين لازم انك تغير الشغلات اللي تنتجها، لانهم بعد فتره البطاط هذا يملون منه او البلاك بيري. فخلنا موسم كامل بطاط مثلا وموسم كامل بلاك بيري لين ما يجينا شغلات ثانيه من التجار ونصير نقدر ننوع. فالحين ضاعفتهم 2 من 2، شوف هذا انتج 800 هذا الموسم وهذا 1000 كان بلاك بيري. عشان نقارن صح ابدا نخلي بلاك بيري بعد، بخلي 1000 بطاط هنا للتجاره لحال جانا سيدز 500 من البلاك بيري. انا ما عندي شغلات ثانيه تاجر فيها، انا بالجو الصافي. الماين خلص عندنا، الماين نشغل فيه 2، هو مطلوب فيه 2، طلعونا الايرون دايركت، بس هذا اللي راح يموتون، هذا فيه وفيات بتصير، يعني ما نحتاج هذا المبنى انه يحول الايرون الخام. مرحلة واحدة على طول دايركت يجيب لك ايرون. اوكي برضى فيه، مع انه كان ودي انه يستخرجون العادي، هذه كانت خطتي، بس الظاهر اني لخبطت في المباني وجبت الدايركت. هنا بنينا واحد على اساس انه يزرع الستون ويحصده، اذا كان شغل كذا بيكون شيء لطيف جدا. شوف كتن بلانت شغل فيه واحد، نشوف وش يسوي، خله عشان ما ننساه هنا. غير كذا بنيت مصنع للستون في هذا المكان، هذا هو، راح نشوف اذا كان فعلا الوضع كذا خلاص انتهينا، ونشوف انتاجي هذا كم. هذه 3 شغلات ودي اسوي لها تراك. شوف هذا يقول لي احس ببرد ولسه في السبرينج ما عنده فاير وود، فكلهم يشتكون من البرد، فراح نرجع نشغل واحد فاير وود. اوكي تعال ارجع الشغل، الحطب عندنا كفايه، عندنا فورستر جالس يقصقص، جاب لنا 6 لوج والموسم الماضي 14 لوج، برضه يجيب لنا الايرون الخام. ونكمل الزراعه في هذا المكان، هذا كم كان قياسه؟ 16 15 في 10. كذا بصير اقارن اشوف لو 2 شغالين في مكان واحد يعطينا ضعف، ولا بصير اوظفهم كل واحد لحاله. المفروض يعطينا ضعف، يعني كان 800 مثلا الموسم الماضي هنا او 600، المفروض انه يجينا 1200 1300 حولها تجهيزا الشتاء القادم. هذا الانتاج جدا ضعيف لكن يمشي الحال. اوكي خلص الزراعة، نهاية الصيف يعتبر بدري جدا لان المزرعة تعتبر صغيرة الظاهر. بما ان عندي ستون كثير ودي اطور الشوارع، خليها ستون في هذه المنطقة سريع الحركة. الجسر هذا يمديني؟ لا ما يمديني، هذا شارع رئيسي بعد الاماكن الرئيسية. ايوه تقريبا الحين جمعوا الكل، الحين يمدينا نسوي مقارنة. تعال يا قلبي شوف 700 700، ما في فرق ما في فرق، ولا هو أقل من الموسم الماضي. ليه؟ خلاص دام كذا الوضع خلي في كل مزرعة واحد، في هذا الفرع واحد من واحد. يا سلام 5000 في الأكل، هذا وش هو؟ الستون. اوكي الستون هذا اللي يقصد لكم اياه اللي يحفرون ويطلعون اللي هو الكواري، بس ودنا نشوف اي واحد الافضل، فبنوظف واحد هنا واحد هنا ونشوف. هذه مقارنة، وهذا الثاني اللي يزرع ويحصد وهناك يطلعه من الأرض. طيب هذا خلص، يقول لي علامة استفهام، ما عندي حيوانات إني أحطهم هنا، لكن جهزنا المزرعة. وهنا نفس الكلام شبه خالصة. يا رجل هذه غزلان هنا. أوكي هذه المزرعة اكتملت، ازرع بوتيتو، وأنت ازرع بوتيتو، بكب بكب، وهذا شبه خالص. وش صار على البيت الجديد؟ يا سلام ما شاء الله تبارك الله. طيب وين شغالين انتو؟ ايرون از لو، ما عليه. شوف في المزارع، والحين بيجيهم اللي هذا هو، نحط واحد من واحد وبوتيتو. راح اركز بس على البطاط المزارع كلها، وبعدين الموسم اللي بعده نصير نغير. الفش وصل لمت 5000، فانتقلوا كلهم عماله، خلينا نقولهم 7000 كلهم الهنتر وهذولا، يقولون انجزنا المهمه خلاص يا طيب بنمشي. بدري عليكم الهوى. عائلة الهنترز وصلت اعمارهم 40، ماتت عليهم واحدة، وبعدين جابوا 2 غيرها، جاب لنا 10 لين الحين في هذا الموسم، لسه الموسم ما خلص، بيخلص بعد شوي. ايش هذا؟ ليمت كاب، طلاب وصل 5 طلاب في نفس الوقت، نبني لهم مدرسة ثانية محترمة. تيلتك سكول هاوس 1 تيتشر فور 20 ستودنت، شوف الشكل كيف، تحسه اولد جرامر سكول، طابقين 55 خشب.
جميل صراحة، عاجبني. يمديك بعد تلونه، نوفر للطلبة مكان طيب. طبعا ما فيه رينج صح؟ اي حلو. التناتيف الصغيرة هذه ودي اشلها صراحة. مركز المدينة، وايش هذا اللي جنبه؟ هوسبيتال حتى من بنى. تحول هذا يا اخي، اقسم بالله يا شباب. اوه الحين لو بنيت المدرسة هنا بشل الاشجار هذه لا تكفى. طيب دام كذا الوضع خلنا بنحطها كذا، بعدين في مبنى ان شاء الله انه يجي فت كذا من غير لا ازيل الشجرة هذه. شوف هذا خلص وما يمدينا اختار اي شيء. الغزال داخل خلاص محشور مقلش. مركز المدينة الجديد راح نبنيه هنا في مكان ما راح استخدمه عشان ما انسى. وهذا المدرسة راح ادمرها بعد ما يخلص هذا. فورستر علومك 6 لوجز، واكل الموسم الماضي جاب لي 50 لوج. يجي منك شخص واحد شغال يجي منه. طبعا هو يقصقص وبعدين يزرع. طيب الكواري اللي بنقارن بينهم، هذا جاب لي 4 ستون، وهذا اللي يزرع يا طيب ستون شاك. ربي ما منه فائدة، هذا جايب لي لوجز. من قالك تجيب لوجز؟ انا حاطك الستون ستون شاك. طف كيف طفي هذا؟ كتم بلانت قال. يلا بس اعطانا شوية مصادر، سوي له ازالة محترمة. يا سلام قواعد المدرسة. ايش هذه يا اخي؟ عندنا حيوانات اقسم بالله. هل كان مفروض اني اسوي شيء عشان ادخلهم الزنزانة؟ لازم يجينا تاجر لازم. طيب هذا ناقصه ايرون، هذا كل موسم 10 ايرون. خلنا نقارنه مع هذا، اطفيه. فايرود عندي كفاية، الحين هذا اللي بينافسونه. يا سلام يا مزارع البطاط يا اخي، المود هذا حسن كثير في المزارع واشكالها. مدري في شيء جديد، وربي اني احس اني العب جزء ثاني من اللعبة. حتى المايك كيف تحسن مع الصخور هذه اللي راسها. ودي اجرب الجسور الثانية بس والله العظيم حركة الصخور هذه عجبتني كثير، ما فيها تكلف بس بسيطة كذا. كفيهم جسر واحد رئيسي هناك. شوفوا الاخراج، عينكم على الاخراج. الله، انا كانوا طالبيني في هوليوود. ايش اسمه؟ نظرة على البرودكشن. هذا السملتر ودي اقارنه في الموسم الواحد، حاليا وصل 12، لسه ما خلص الموسم. هذا كان يجيب 10، فخلنا كذا. ممكن نجيب لنا مصنع ثاني يجيب لك الخام، اذا خلص الخام من قريب منك تصير تروح تجيب الايرون الخام. بس عاد عندي، شوف هذا هو، ممكن اطلبهم يزيلونه. كولكت ايرون اور، هذا هو، واي شيء قريب منه هاتوه. هومز 13، فاميلي 22، وله يبون 10 بيوت الذيابة. والله في نقص كبير في البيوت. الحين ببدأ بالستون هاوسز. قبل لا نبني البيوت نشوف حاجاتهم. يا سلام يا سلام، شوف كيف متوزعين صح هذا. لا بس هذا اللي شغال هنا وين؟ شوف وين ساكن هنا. هذا دليل ان ايش ناقصنا ستون هاوسينج في هذا المكان. هذا على اللعبة السادة جميل الستون هاوس من غير المود. وعندك اشكال تضغط F تغير الشجرة الجميلة هذه. طبعا ما ودنا نخرب عليها، نحط لنا بيتين زيادة. هذا واحد وهذا اثنين. لعيون المزارعين، لا هذا ممتاز جدا، تحويل الايرون والله ممتاز جدا. خلنا نزيد في العمالة، ما في بيوت مستعجل عليها حاليا. ليه؟ لان العمالة هنا بيجيبون لي اللي زرعناه. بعد ما يجمعون هذا كله برجعهم بلدر يخلصون لي المدرسة والبيوت. 40 ستون والله مش شوي الصراحة. استثمار لقدام، استثمار في الفاير وود. شوف الشعارات الصفرة هذه، جيري ذا ستون كتر واز كراشت باي اروك. لا اله الا الله، ستون كتر، وين هذا الستون كتر؟ يقول لك صخرة حطمته. بعدين ايمي جت وسوت ريبليست بعد وفاة، ما يوقفون شغل. الظاهر انه كان شغال هنا ستون كتر. هذه ايمي تعلمها، هي والله متعلمة. شوف شغلها، عظم الله اجركم يا جيري. انا التنبيهات هذه كاني نسيتها. هل في احد ثاني مات؟ هذه ثاني وفاه يا شباب. اول واحد، اول وفاه كانت القلب الضعيف، وبعدين صخره حطمت. عشان كذا كنت اقول لكم لا تبنون هذه المصانع من بدري، يموتون عليكم بسرعه. وين النوماد؟ ما حد جاني يا اخي النوماد. الظاهر كان لازم ابني لهم بير ولا شيء. خلنا نبني بير، شكله رهيب. اتوقع بيكون جنب الجسر. اوكي قرب يخلص الحصاد و المقارنة جاهزة. هذا 23 ايرون خلاص. هذا المبنى انا بحذفه، تيني ماين. او انه ممكن اذا بنيت الماين الكبير هذاك يطلع لي
انتاج كويس. بس خلنا نخلص الاوريا هذا اول شيء. وصلنا 7000 من الغذاء، يا سلام. كذا انا مرتاح من هم كبير، كل الموارد الجديده الحين اللي بتجينا بنشغلهم في الصناعات. من هذه المرحله، من هذا اليوم، من هذه اللحظه، انا اعتبر نفسي نوعا ما يعني اقدر انطلق عالم الصناعات، واحس اني ها يمديني اصور حلقتين ثلاث قدام قبل لا يموتون علي، ويمديني اعطيها شربه شاي. ستون لو، ايرون لو، لوجز لو، كل لو في لو. يلا خلصوا، خلونا نسوي مقارنه سريعه. نمل ما شاء الله شغالين. هذا الطريق مثل ما تلاحظون يباله ايش، الطريق اللي تشوف فيه خلق كثير يمشون، عطى احلى شو اسمه ذا تطوير. مع ان ستون ما عندي، بس يوم يتوفر ستون بيطورون فيه. معقوله ما في ستون يا عيال؟ منا ولا منا في ستون؟ ليه ما في ستون؟ هذا كان يزرع مسكين، والله كان يزرع، ظلمته. هذا خلاص كنسل خليك. بس كان يسوي بلانت لسه ما سوى هذا، فيقول بدل له يعني كذا جالس على الفاضي كان يقصقصني في الخشب. ظلمتك والله ظلمتك، معليش. شغلنا واحد فيه. الحين المقارنة، الموسم الماضي 760 جميل جدا، 920,000 جزاكم الله خير، لأن كان بلاك بيري وصار بطاط. 760 تقريبا، يعني مثل ما تلاحظون يا شباب الوضع 200 200. افضل انك توظف واحد الحالة في مزرعة من انك تمسك اثنين مزرعة واحدة. وهذه قياسها 15 في 10. هذه كانت نصيحة اليوم. والنصيحة الثانية مثل ما تعلمنا ان الاوري تحليله اسرع من انك تحط ماين، غير كذا انهم يموتون بسرعة في الماينز. هذا هو تيني ماين، نفس الكلام على الكواري اللي طلع لك الصخور. على المدى الطويل يفضل من البدايات انك تحط واحد يزرع ويقصقص، نفس موضوع الفورستر اللي يسوي بالخشب، يقصقص. وهذا صح ان انتاجه، والله انتاجه كويس 50، ويجيب لك من مصادر ثانيه، يجيب لك ستون، يجيب لك هذا، نفس ما شفتوا هذاك راعي الستون كان يجيب لنا شويه خشب. فهذه مباني تكمل بعض يعني. وعندنا مدرسه قيد الانشاء، وعندنا سلمكم الله المرفأ هذا قيد الانشاء، بيتين ستون قيد الانشاء، وفي تطويرات ان شاء الله رهيبه في الحلقة الجاية. مدري دائما أحب أختم على الشتاء والجو بارد عشان تكون بدايتنا في الحلقة الجاية على بداية سنة جديدة. فالحين عندنا 22 عائلة و13 بيت، يعني مطالبين بتسع بيوت. في اثنين من العوائل بينتقلون البيوت ستون هنا، وممكن بعدين نزيد لنا واحد فوق بما أن الأكل أموره طيبة. ما شاء الله قربنا ل 10,000 يعني. رديل عطنا بيت ستون زيادة قبل أن نختم، بس ما أعرف صراحة يبالها هذه دراسة على حسب المصانع الجديدة. نأجلها الحلقة الجاية. البرودكشن في هذه السنة، خلنا نشوف الكورنت لأن السنة ما خلصت، 9,000، واستخدامنا كان قرابة 5,000، فالصافي قرابة 4,400 حولها. هذه الشغلات اللي فتحتها من التريد، للحين ما عندي شيء، لين ما نفتح هذا التريد بعد بتشوفون هذه القائمة تتعبى. أشكركم على المشاهدة، وأشكر من تسمين القناة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.